السلام عليكم. في آخر فيديو ذكرت لكم فائدة من فوائد الصدقة، وهي أنها تطفئ الخطيئة في القلب. أوكي، يعني لو إنسان متعلق بذنب معين وقاعد يكرره ويحاول يتوب عن هذا الذنب ومش قادر، عارف، في نار متأججة في قلبه لتجاه هذا الذنب. هذا يمكن امرأة يحبها أو مش عارفة أغاني أو أي حاجة من اللي في المعاصي، يعني متعلق قلبه فيها. فالصدقة راح إيش لما يطلع صدقة تطفي هذه النار اللي في قلبه ويقدر يتركها. فهذا الشيء ذكرني سبحان الله بقصة ذكرها مرة الشيخ عبد الرزاق البدر في أحد الدروس. قال إنه في شاب، أوكي، كان ما شاء الله تبارك الله يدخل المسجد أول الحاضرين ويخرج آخر الحاضرين، يعني آخر واحد في المسجد. أوكي، فتعجب منه جار من جيرانه، لأنه كان في السابق هذا الرجل هذا معروف أنه يشرب خمر. فتعجب من أمره زي كذا وسأله، قال له إيش اللي صار معك وكيف كذا يعني صرت بهذه الطريقة. قال يوم من أيام أنه كان سكران وكذا، وصار وقت الفجر أعتقد، فيقول مر على كلب حاشاكم، والكلب هذا كان بردان، فأعطاه، شافوا بردان كذا غطاه بغطاءه وعطاه حليب دافي، يعني أتذكر على حسب قصة، المهم يعني أحسن إلى هذا الكلب، وسبحان الله نام بعدها. يقول بعدها لما صحيت وأنا أكره الخمر بشكل مو طبيعي. فسبحان الله هذه الصدقة اللي أعطاها للكلب هذه قد تكون هي فعلا اللي أدت إلى أنه يكره هذا الشيء تماما، يكره المعصية شرب الخمر هذه، وربي عفاه منها وصار يرجع يعني إلى دينه وصلاته، وصار من الناس اللي يعني من جد ملتزم بالصلاة لدرجة أنه يدخل المسجد أول واحد ويخرج منه آخر واحد. فكل منا عنده ذنب سبحان الله يكرره ويحاول يتوب منه ويرجع يستغفر ويرجع يستغفر، فعليكم بصدقة إن شاء الله بإذن الله ربي يسهل لكم ترك المعصية هذه، وبالعكس تصيرون أفضل بإذن الله كثير إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق جميعا يا رب العالمين. السلام عليكم.